في ناس يعني كان لهم وجهة نظر في المسلسل ان بالذات انتي ما بين معاك الفرق العمري مال شخصيتك، يعني كنت طالبة تقريبا يعني نفس الشكل مال، لا والله فرق لما صرتي محامية، لا فرق يعني كانت بسيطة اول شيء، ما اتذكر اني غيرت حتى وانت بكرامه الشوز الاديداس الرياضه اللي كنت لابسته طول الحلقات الاولى، يمكن هو كان لا كنت بسيطه وحتى رمش ما كان فيه، كان يجي للمخرج قاعد يقول لي امل مسكري رموشك، كنت اقول له اي دونت ما بي ابي اطلع ابي افرق حق عقب. يمكن لان الحقبه يعني كانت حقبه بنت جامعيه، فجامعيه اللي عقب ما توظف ما راح يتغير يمكن، بس والله فرقت، الشعر قصار، اللون تغير، الوجه تغير، حتى طريقه اللبس والكلام اهم شيء كانت طريقه